بعد عدة قوافل مساعدات إنسانية وفي بادرة جديدة وصلت إلى مطار الباسل باللاذقية يوم أمس طائرتا مساعدات روسية تحملان على متنهما 70 طنا من المساعدات الإنسانية مقدمة من الحكومة الروسية إلى الفلسطينيين المقيمين في سوريا. مرة أخرى روسيا الاتحادية شعبا وقيادة في موقعها الإنساني مع الدول المظلومة والمنكوبة. طائرتان روسيتان أقلعتا من ضمير الشعب الروسي والحكومة وصلتا إلى مطار الشهيد باسل الأسد في جبلة لمساعدة الشعب الفلسطيني المقيم في سوريا. تحملان 70 طنا من المساعدات الغذائية التي تتضمن أغذية أطفال ومعلبات لحم وسمك وغيرها. هذه المساعدات تدل على عمق العلاقة المتينة بين الشعب الروسي الصديق والشعوب العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني والشعب السوري. في الحقيقة أن الشعب الروسي شعب صديق ولنا تاريخ عريق معه، وقدم وما زال يقدم لنا منذ انطلاق ثورتنا الفلسطينية لحد الآن جميع ما يستطيع من مساعدات مادية ومعنوية وسياسية. نعم، هي أكبر من كونها مساعدات، لطالما روسيا الموقف والقرار. حتى وإن استقال الأعراب من عروبتهم لابد من رجال وشعوب تسعى في الضمير، وها هي روسيا تقول هنا فلسطين. من مطار الشهيد باسل الأسد في جبلة، باسم عباس، تلفزيون الدنيا.